لماذا أحلم بالكوابيس دائما؟ الكوابيس هي أحلام مخيفة أو مزعجة. يتنوع مضمون الكوابيس بين شخص وآخر، وتتضمن الكوابيس الشائعة المطاردة أو السقوط أو الشعور بالضياع أو الاحتجاز. قد تثير الكوابيس العديد من الأحاسيس مثل الغضب أو الحزن أو الذنب أو الخوف أو القلق، وقد تستمر هذه الأحاسيس حتى بعد الاستيقاظ. يحلم بالكوابيس الأشخاص بمختلف الأعمار، مع ذلك تكون الكوابيس أكثر شيوعًا عند الأطفال خاصة دون 10 سنوات، والفتيات أكثر عرضة للانزعاج من الكوابيس مقارنة بالفتيان. تبدو الكوابيس جزءًا من عملية النمو الطبيعية، ولا تشير عادة إلى حالة طبية أو اضطراب نفسي كامن، باستثناء اضطراب ما بعد الصدمة. مع ذلك قد تصبح الكوابيس مشكلة إن استمرت أو تعارضت مع النوم، وقد يؤدي ذلك إلى الأرق وصعوبة التركيز خلال النهار. الأسباب تؤدي عدة عوامل دورا في حدوث الكوابيس، وتشمل الأفلام والكتب وألعاب الفيديو المخيفة، تناول الطعام قبل النوم، المرض أو الحمى، المنومات دون وصفة طبية، الإدمان على المخدرات والكحول، التوتر والقلق والاكتئاب وأعراض الانسحاب بسبب الأدوية المنومة. اضطراب الكوابيس وهو اضطراب نوم يتسم بتكرر الكوابيس، انقطاع النفس النومي وهي حالة ينقطع فيها التنفس أثناء النوم، اضطراب ما بعد الصدمة وهو اضطراب قلق يتطور بعد حادث صادم مثل القتل أو حادث سيارة. تختلف الكوابيس عن السير خلال النوم وعن الذعر الليلي. ينام الأطفال الذين يعانون نوبات الذعر الليلية خلال النوبة ولا يذكرون عادة النوبة بحلول الصباح. قد يظهرون أيضا ميلا للسير خلال النوم أو التبول في الفراش في أثناء حدوث النوبة. عادة تتوقف نوبات الذعر الليلية مع سن البلوغ. مع ذلك قد يعاني بعض البالغين نوبات الذعر الليلية، وقد لا يذكرون الحلم كليا خاصة في أثناء فترات التوتر. تشخيص الكوابيس يعاني معظم الأطفال والبالغين الكوابيس بين حين وآخر. مع ذلك عليك مراجعة الطبيب حال تكرر حدوث الكوابيس على مدى فترة طويلة، أو تعارض الكوابيس مع عادات النوم لديك، أو أن تؤثر في قدرتك على العمل خلال النهار. سيسألك الطبيب هل تستخدم أي منشطات مثل الكافيين أو الكحول، وهل تستخدم أنواع معينة من المخدرات غير القانونية، وسيسألك أيضا عن أدوية تستخدمها حاليا سواء الموصوفة أو التي لا تتطلب وصفة. لا توجد اختبارات محددة لتشخيص الكوابيس، مع ذلك قد ينصحك الطبيب بإجراء دراسة عن النوم. ستقضي الليل في المختبر حيث ستراقب المستشعرات مؤشرات جسدية معينة تتضمن معدل ضربات القلب والموجات الدماغية، التنفس ومستويات الأكسجين في الدم، حركات العين والساقين، وتوتر العضلات. قد يجري الطبيب اختبارات أخرى حال الشك بحدوث الكوابيس بسبب حالة كامنة مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو القلق. معالجة الكوابيس لا تتطلب الكوابيس العلاج عادة، مع ذلك تجب معالجة أي حالات طبية أو نفسية أو عقلية كامنة حال وجودها. قد يصف الطبيب دواء برازوسين حال حدوث الكوابيس بسبب اضطراب ما بعد الصدمة. أظهرت دراسة حديثة أن هذا الدواء يساعد في علاج الكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة. قد ينصحك الطبيب بزيارة مستشار نفسي أو ممارسة سلوكيات معينة لتخفيف القلق. إن كان مسبب الكوابيس هو إحدى هذه الحالات، القلق والاكتئاب والتوتر، قد يصف الطبيب في حالات نادرة أدوية لعلاج اضطرابات النوم. ماذا يمكنك فعله حيال الكوابيس؟ قد يساعدك إجراء بعض التغييرات الحياتية على الحد من تكرار الكوابيس. يمكنك ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيا على الأقل،
الحد من استعمال الكحول والكافيين، تجنب استخدام المهدئات، ممارسة أساليب الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل قبل النوم، تنظيم مواعيد النوم، ممارسة تمارين التنفس العميق، كتابة الكابوس، التحدث مع شخصيات الكابوس، الاحتفاظ بمذكرة لكتابة الأحلام، استخدام ألعاب الحيوانات المحشوة أو البطانيات أو أغراض أخرى للتهدئة خلال الليل، استخدام الضوء الليلي وترك باب الغرفة مفتوحا خلال الليل.